أنا رنا حايك من لبنان، هندسة بشتغل ميكانيك سيارات. أنا كتير بحب شغلي، وهو يعني يعني مثل واحد شغفه بالحياة. أنا يعني كان حلم لإلي، أنا هلأ عم حققه. من ورا السوشيال ميديا كمان عم بنعرف برات لبنان، وعم بندعى على قصص بالميدل ايست، لانه عم بحبوا بنت عم تشاركهم باحاديث مش معتاد انه بنت يحكوا معها بمجال السيارات او موتويات او تيونينج وهالقصص. وصلني كتير مسجز بنات عم بيسألوني عن طبيعة شغلي وإذا هن ممكن يعملوها، فأنا أكيد بشجعهم وبقول لهم إيه أكيد، وبلبنان وبرات لبنان.